السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكل مشتركين قناة روح وريحان الخياطة والكروشيه على اليوتيوب، مرحبا بكل متابعين صفحة إبداعات روح وريحان الخياطة والكروشيه على الفيسبوك، مرحبا بكم البنات، مرحبا بكل أصحاب الأنامل الذهبية الخياطات وأصحاب الكروشيه، مرحبا بكم حبيباتي المبدعات أصحاب المشاريع، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم مشروع مربح لشهر رمضان، يعني هذا المشروع لشهر رمضان وكافة العام، قفة للخبز يعني دائما نستحقوها في البيت بقماش الباش. لاحظوا البنات يعني مشروع مربح، تبيعيها 15 ميل البنات ولا 20 ميل، يعني عملية خاصة للخبز. لاحظوا شكلها جميل وكيوت، يعني وديريها على حساب لون المطبخ تاعك، كل واحدة وراها دايرة لون المطبخ تاعها، يعني ودايما في شهر رمضان نبغوا نشرو قش جديد وصوالح جدد، يعني تقدريهم تعمليهم كمشروع، ويعني مشروع مربح، يعني كل شيء من نفس القماش كما قلت لكم، يعني ديريها الحجم اللي كي حبيتو انتي، حبتها طويلة حبتها قصيرة حبتها شوية صغيرة حبتها عريضة، يعني الكم الطول والعرض على حساب انتي واش راكي حابة. واللي حبت تعملها كمشروع كذلك يعني عندها النصف متر يخدموا لها زوج، نصف متر تخدم لها زوج البنات، والمتر راهي ديال 40,000 للمتر، وتخدمي 40,000 للمتر تقدري تبيعيها ب 20 ميل البنات وانتيا واش طارتك، يعني لا شريتي القماش بالجمله يعني تقدري تعمليها تبيعيها اقل، وكذلك تبيعيها بالجمله الخاصه لاصحاب كيما نقولوا اللي يبيعوا مواد يعني لوازم زعما هذو كيما نقولوا الصوالح تاع الماعين كيما نقولوا القش تاع الماعين. واش نقول لكم البنات، ما تنساوش فعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ومرحبا بكم معايا. والان الى العمل، مرحبا بكم البنات. اليوم جينا نعملوا كيما قلت لكم كيما شفتوا في الفيديو بديه الفيديو قفة تاع خبز لشهر رمضان، اللي بداو اللي حبوا يديروها كمشروع يعني مشروع مربح بقياسات مضبوطه. البنات نبداو البنات ونقول لكم واش راح نجيبو. انا عندي هذا القطعه تاع القماش تاع الباش، هذه القطعه راها على 2، لاحظوا هذه القطعه راها على 2. نقول لكم القياسات، انا ياك شغل باقيه لي هذه القطعه فقط، قلت لنا نعملها معكم وباش تشوفوا القياسات انا مالفه نخدمهم. منا راني مخليتها مسكره، قلت معليش يعني هي كانوا عندك زوج قطع تلصقي منا ومنا، معليش البنات. انا نقول لكم شحال القياسات عندي في هنايا على 2، لاحظوا هنايا البنات نوريكم، عفوا البنات باش تشوفوا القياسات غايه، كنا نوريكم. لاحظوا هنايا راها على 2، عندنا البنات عندنا 38 سنتيم، لاحظوا 38 سنتيم عندنا الطول تاعها، هذاك العرض على 2 38 سنتيم، عندنا الطول البنات عندنا 55 سنتيم، الطول 55 سنتيم. القطع انا راح ندير منها برك البنات، راح ندير اليدين من نفس القماش. شوفوا البنات اليدين وشحال درت، لاني هنايا راح نثنيها ومن بعد غادي نحددها البنات. درت فيها 8 سنتيم البنات، 8 سنتيم راح نعملوها على 2. نبداو البنات نجيبو ماكينه نخيط هذو معاكم، نخيطهم معاكم هكذا البنات، يعني مانيش راح نثني ونعاود نحل، راح نخيط هكذا هكذا البنات. لاحظوا هكذا نجيبو ماكينه الخياطه البنات ونبداو ان شاء الله، يعني السهل وبسيط، يعني تقدري تعملي شحال من وحده في وقت واقف وقت قليل، يعني لما عندكش لما كنتيش شغل مبتدئه في هذا باش تثنيهم كامل البنات، شديها بليزي بانكل، شدي كامل بليزي بانكل وخدمي وقعدي خيطيها هكذا باش ما يقعدوناش البنات الخيوط.
خيطنا هذه البنات. دوك نقول لكم شحال القياسات البنات، شحال درت فيها قياس الطول، يعني العرض قلت لكم شحال الطول ما قلت لكمش. دوك نقول لكم شحال درت فيها الطول. لاحظوا الطول البنات درت فيها 54 سنتيم. لاحظوا راه 54 سنتيم. الان راح نجيب ندير لها هكا البنات، انا حابه نخيطها هكا شو نكويها. هي بلا ما تكويها غير ديري لها هكا البنات تسقد، ولا بصح هي كي شغل لا باغي تبيعي الشغل تاعك وكامل، انني هي ديريها كويها بالمكواه هي البنات وخدمي. نجيبو كذلك نكمل نخيط الجزء الاخر كذلك بنفس الطريقة بنات. لاحظوا البنات العمل تاعنا. شوفوا البنات قمنا بخياطة في زوج هذو. لاحظوا الان نجيبو باش نركبوهم هنايا. نجيو البنات نقول لكم كي غادي نركبوهم. لاحظوا البنات قبل كاع ما نركبو قبل ما نخيطوها كامل غادي نركبو الايدين هنايا. هذا هي الشريط اللي خيطناه، غادي نديرو له كيما هكا البنات. شدينا هنا بالزيبانك وشدينا هنا بالزيبانك والجهه الاخرى كذلك نفس المكان. لاحظوا البنات انا غادي نجي نخيط هذو. لازم ديري القياسات كيف كيف، يعني على حساب القياس اللي حطيتيه انتيا حبيبتي. لاحظوا لاحظوا البنات خيطنا الجزء اللي منهيه. الان راح نخيطوا هذا كذلك. انا ما حبيتش ندير لكم كشغل الخياطه كامله، يعني هي سهله وبسيطه لانه الماكينه ديال هكذا، لانه راح نزيدوا نثبتوها البنات على ديك ما خيطهاش ياسر. هنا غادي نزيدوا نثبتوها لاني راح نعملها بعده. كذلك راح نخيطوا هذه هنايا، هذه اخر وحده البنات نخيطوها كذلك. لاحظوا الان راح نقول لكم كيفاش نزيدو نخيطو ونرجع لكم البنات. نثنو كامل على هذا القماش هكذا، نثنو عليه بالماكينه الخياطه هكذا على طول، لاني قلت لكم انا درتها كامله. انت تقدري تقصي كلتا الجهتين وتعملي، انا درتها كامله لانه ما بغيتش نفسد كاع القماش، وهذا اصلا القماش شغل يخرج الخيطان افضل. كملنا البنات الخياطه. لاحظوا البنات كفينا عليها كامل. الان نقول لكم واش راح ندير. نجيبو هنايا الان رايحين في هذو، غادي تعملي زيكزاك، يعني تعملي هكذا تخيطيها هنايا. تحبي تخيطيها زيكزاك ولا تخيطيها كخطوط باش كي شغل تقعد لك كما نقولوا مثبته جيدا. البنات هذو الايدين يعني كامل تعمليهم بنفس الطريقه. ان شاء الله كامل تكونوا فهمتوا معايا واش راني حنعمل. لاحظوا البنات شوفوا هي الخياطه ماشي تبان لكم غايه، عملوا كامل هكذا. انا حنكمل نعمل كامل الايدين ونرجع لكم البنات باش نخيط معكم من الاسفل ومن الجانب. لاحظوا البنات بعد ما خيطنا شوفوا كي متنت الخياطه. شوفوا هنا كذلك درت لها مش تبان غايه، درت لها الزيكزاك هنا كذلك شغل ماشي الزيكزاك تاع الماكينه، شغل هكا درت لها هكا في هذوك الوسمه. الان راح نقلبوا البنات، نقلبوا القماش تاعنا ونبداو نخيطوا باش تجيكم سواسوا. بداو منا البنات ديري بانداري خيطي ومن بعد ديري بانداري البنات، باش هنايا تشد لك غايه ما تتحلكش خياطتك. لاحظوا عفوا هكذا.
بدنا البنات في هذا الطرف ديري الزيكزاك، اللي عندك زيكزاك ولا عندك السورجي ديري السورجي باش هنايا ما يخرج لكش خيوطه. انا درك نكمل ونعاود ندير السورجي، ندير زيكزاك عفوا. لاحظوا البنات بعد ما خيطناها الان راح ندير الزيكزاك تاع الماكينه ونعملها كذلك من هنا. نكملوا البنات كامل الزيكزاك تاعنا ونرجع لكم. لاحظوا البنات الزيكزاك اللي عملناه كامل على صاير داير على هذه القفه تاع الخبز ولا باني تاع الخبز ولا السعفه تاع الخبز، كل منطقه كيفاش يسموها. دوك نقلبها لكم، نقلبها ديجا معاكم تشوفوا كيفاش خرجت البنات. كذلك كان بعد شويه الماكينه هكذا باش تشوفوها كيفاش خرجت لنا البنات. يعني انا ما حبيتش ندير فيها ندير لها فيرميتير، هي قلت نديرها غير هكاك سامبل يعني افضل هكذا، يعني عمليه البنات. تقدري ديري فيها حتى حاجه واحده اخرى ماشي شرط الخبز البنات، ولا يعني شوفوا الخياطه. بقاو لي غير هذو الخيوط، غادي نحي كامل الخيوط وكامل. شوفوا شكلها جميل وكيوت البنات، ان شاء الله كامل تعملوها ومشروع مربح لشهر رمضان ان شاء الله. دوك نقلبها دوك نحي الخيوط. لاحظوا البنات راني نحيت جزء من الخيوط، ان شاء الله كامل تنال اعجابكم. شوفوا هي صح هذا القماش تاع الباش فيه الخيوط بزاف، بصح كي تديري لها زيكزاك ولا ديري لها سورجي ما راحش يقعدوا الخيوط، راح تتنظف تماما وشغل العملية هذه القفة. شوفوا وحنايا في رمضان دايما يعني اي عائلة جزائرية لو كان كيما نقولوا لازم نبدلو ديكور، لازم نشرو قش جديد رمضان، شغل من الفرحة تاع رمضان ونبغوا نبدلو كلش. واش نقولكم البنات ما تنساوش فعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ومرحبا بكم وان شاء الله كامل تكونوا استفدتوا معايا. انا درت لكم يعني سهلة وبسيطة لأي مبتدئة تقدر تعملها كمشروع، ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.